فضيلة الشيخ، أنا عايز أعرف كيفية الرقية بالفاتحة. والله التفصيل الذي ذكره العلماء، فهذا الصداد يدخل ويقرأ الفاتحة ويمسح الجسم أو الجزء المصاب. بس الأمور سهلة يا جماعة، الأمور ما فيها التعقيد الذي يعقد، الأمور أسهل مما تتصوروا. الرسول سحر عليه الصلاة والسلام. ماذا صنع الرسول؟ دعا ودعا ودعا، استمر في الدعاء إلى أن كشف الله ما به من ضر، بس الأمر انتهى.